واعتقد السفير خالد الشيخ السفير القائم باعمال السفير السوداني في القاهره قال بوضوح انه تم القبض على عدد من العناصر يجري التحقيق معها من قبل السلطات السودانيه. اداره الازمه، شفتوا هذه الدبلوماسيه الهادئه الرائعه اللي ادار بيها رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب هذه الرحله، وشفنا قد ايه تاثير ده على الراي العام السوداني، وشفنا هذا التقدير الكبير من قبل السفاره السودانيه بالقاهره والسفاره المصريه بالخرطوم، وفوتت الفرصه لدور القوى الناعمه المصريه ممثله في الاهلي ورئيسه في اداره هذه الازمه، حتى كمان للجماهير المصريه والاهلاويه. السيد السفير اشار له نقطه انه كابتن محمود الخطيب وهو وهم موجودين الجمهور الاهلاوي اللي موجود خايف من اللي بيحصل، فكان الكابتن الخطيب قال لهم وهو في المدرج مش هنمشي الا وانتوا معانا، مش هنمشي من هنا الا وانتوا معانا، واصر انه يفضل موجود هو وسياده السفير لغايه لما كل الجماهير خرجت وتم تامين خروجها على اكمل وجه. نشوف هذه اللقطه. مؤكد لولا الاهتمام الدبلوماسي والسياسي والأمني من الأشقاء السودانيين في استجابة سريعة للاهتمام السياسي والدبلوماسي المصري، ها كان ممكن متعرفش تأدي، وعندنا النماذج قبل كده. انت أديت لأنك نزلت في الملعب والأمور تحت السيطرة، في ناس حبت تستغل الأحداث في اسقاطات معينه، قلت لك الدقيقه 72 في ناس عايزه تحرك امور. يعني هناك انت عارف طيارات سياسيه وطيارات دينيه وطيارات، يعني كل واحد عايز ياخد المباراه في حتته. فحسنا فعل هذا البيان، هو بيان مسؤول، والفارق بين المسؤوليه والحماسه هو ما اردنا ان نثبته. واعتقد ان كويس ان السفير هنا والسفير هناك يعني في المداخله اكدوا نفس المعنى، اكدوا المكاسب من وراء هذا الموقف النبيل للنادي الاهلي.